قبل ايام وصلت كميه كبيره ديال النفايات الايطاليه للمغرب باش تحرك في مصانع ديال الاسمنت. هادشي علاش خرجنا اليوم للشارع باش نشوفوا اراء المواطنين حول هذا الحدث. خليكم معنا. هادشي ماشي معقول ان الزبل يجي يتحرك عندنا هنا في المغرب، ان المغرب ماشي هي زباله. المغرب دوله اسلاميه مستقله، يعني ما خصهاش يتحرك فيها بحال هكا الازبال ديال الاماكن الاخرى. انا حشومه، ما حشومه باش يجي الزبل يتحرق عندنا في المغرب. انا راه عيب وحشومه كاع الزبل ديالهم يبقى عندهم، حيت حنا عندنا الزبل ديالنا وكنشوفوا داك ما نحرقوه في شي بلاصه اخرى وباش يجيبوه لهنا يحرقوه عندنا. راه حشومه اخويا هذا الخبر، هذا راه فاجئنا صراحه. ولكن احنا شفنا هذه البادره في رمضان، زعما بادره ديال محاربه البلاستيك، محاربه الميكا ومحاربه هذاك الشيء، يعني فرحنا شي شويه. ولكن ملي شفنا هذاك الخبر راه صدمنا صراحه. هذاك الشيء بحال قلت لك الحق، راه شي حاجه زعما راه حنا درنا في المرتبه الحقيره. ولكن هذا الشيء راه ظلم، زعما حنا عندنا كل شيء، زعما اللي جاي تحرق اللي جاي. صراحه جي انا بالنسبه للمغرب، اوكي يقولوا ان المغرب غادي يتطور، ما عمره غادي يتطور لك. انا على هذا الحساب هذا لا سمحوا بحال هذا الشيء هذا غادي يوقع، ما عمره المغرب غادي يمشي لشي حاجه. دابا هما كيحيدوا في الميكا وكيقولوا الازبال بيجيبوها من على برا، يعني راه الشيء راه ماشي معقول. يعني المغرب ما غادي حتى شي بلاصه، غادي يبقى ديما لتحت، ما عمره يتقدم لقدام والو. الرساله ديال المسؤولين هما غادي يربحوا هاد الفلوس، هادي صفقه غادي يديروها مع المغرب باش يربحوا فيها الفلوس. ضروري ما يربحوا الفلوس، حنا ما بغيناش هاد الموضوع يوقع عندنا في المغرب. بغينا هاد الرساله توصل كاع لصاحب الجلاله باش يتدخل فيها كاع الا كان ممكن. تا هو زعما حنا شافوا التخاخن جاو السوسيط وباولو وقالوا ندوزو هذاك الشيء، ندوزوه ما غادي يجيو المغاربه ما غادي يجيبوه. ولكن راه هذاك الشيء راه فيه خطر على الصحه والبيئه والطبيعه وكل شيء غادي يتضر. طبيعة الحال هذا راه ما تبغيهاش العدوك، ماشي غير بلادك ولا راه باش تولي المغربي ولا عاوتاني قبارات الازبال ديال اوروبا ولا هذا، راه ما معقولش هادشي. يعني بنادم راه خصو يشوف شي حاجه للقدام، شي حاجه اللي يحارب التلوث، يحارب هذا. ماشي دول وحده اخرى ما يلقاوش فين يرميو الازبال ديالهم يرميوهم عندنا هنا، يا حشومه. ماشي حسيت اخويا فهمتي بحال انونا في الكرامه ديالنا، فهمتي علاش المغرب بوحدو، علاش ما ينجلوش زعما فشي راه فشي مدينه اخرى. يعني المغرب هو اللي بان لهم بحال دابا حنا عطينا واحد الصوره سلبيه على سلطه المغرب، فهمتيني. شنو هي الرساله اللي ممكن توصل للمسؤولين؟ سلام هو خاصهم اخويا ما غاديش شي، خاصهم يوقفوا ويهضروا في هادشي، راه ما يبقاو ساكتين، لان المغرب راه ماشي زبل. المغرب راه بلد الكرم وبلد الجود، راه كاع الناس كيجيو للمغرب، فهمتي. راه الا سمعوا هذا الخبر يقدر تمشي السياحه، يقدر تمشي بزاف د الحوايج بكل شوز، فهمتيني. دونك جو سي با داكور. في الحقيقه اي واحد قلتها له ما غاديش يتقبلها، حيت كنت تحس بحال هما بيخليو بلادهم نظيف وجين، بحال بيحتقروك بهاد اللقطه اللي داروا. حنا ما متفقينش معاهم، وكيف تتشوف دابا الاشهارات وهادشي اللي ولا في التلفازه كيحاولوا يصاوبوا البلاد وينقيوها وتيديروا اشارات بحال هكا داكشي ديال زيرو ميكا. ولكن باش يجيو حنا يلوتوا لينا البيئه ديالنا ويخليو هما البيئه ديالهم، هادشي راه ما غاديش يتقبلوا اي واحد. واكثر الا كنتي مغربي وكانت عندك روح ديال البلاد ما غاديش تخلي بحال هكا، خص هادشي يتحد. بالنسبه لهاد القضيه هاد انا ما فراسيش، الله سمعت بها اول مره وكنلاحظ. حسيتي كمغربي الصراحه حسيت بالحقره صراحه، لان هاد المساله هادي ما خاصش المسؤولين يتغاضوا عليها. بالنسبه لانهم يجيو يحاولوا انهم يحرقوا هاد النسبه الكبيره نتاع الازبال ديالهم في بلاد ديالنا وما غادي ترتب عليها من الاضرار وهداك الشيء، فانا ما متفقش صراحه. كنشوف ان هاد الفعل هادي ماشي تالح. هاد الشيء كيبان ليا ما مزيانش للبلاد وما مزيانش للشعب، ان خص كلشي يهضر على هاد الشيء. وحنا كنحاربوا هاد الشيء وماشي باش يجي انسان اخر يزيدنا اكثر من هاد الشيء اللي فينا حنا. بطبيعه الحال حنا كنبغيو النظافه لبلادنا وما بيناش بحال هاد الشيء هذا يتزاد علينا ويكون، يعني تيبان ليا ما خدامش. بحال لا هما علاش تبقى بلادهم نقيه وحنا بلادنا تبقى هكا ديما موسخه. حنا كنحاولوا نخليو بلادنا ديما تكون زوينه وحسن بحسن، وكنتمنى هاد الشيء يوصل للناس المسؤولين وكونوا يعني في المحل ديالهم ويعني يقوموا بالواجب اللي عليهم. ما متفقش بانه 250 طن تاع الازبال يجيو يحرقوا عندنا هنا في المغرب، حيت طاليان هي متطوره وخصهم
يلقاو شي حل لهاد الازمات. عندهم بزاف تاع الطرق يديروا لهم غوسيكلاج مثلا، عندهم بزاف الطرق فين يطوروا هاد الازبال ديالهم ويعاودوا يصلحوها، ماشي يصيفطوها لنا حنا لبلادنا. حنا تنتمناو بلادنا تزيد تطور وتزيد تنمى وما يجيو يرجعونا للور. علاش اخا هاد 250 طن الازبال يجيو يحرقوها لنا في بلادنا؟ ما يمكنش. خاصهم يشوفوا اجراءات ديالهم باش يمنعوا هادشي باش يتحرق عندنا هنا في المغرب. كاين اماكن اخرى فين يتحرق هادشي، المغرب ما خصش يتحرق فيه بحال هادشي. حسابش غنحس اخويا انا ما عرفتش اش غنقول لك. بقى فيا الحال حيت سمعت الهضره هذه، وحشومه باش تحرق هادشي عندنا في المغرب، حيت المغرب ماشي زباله. المغرب راه دوله نقيه وكيضربوا زعما باش تبقى دوله نقيه وما يتحرقش الزبل هنا كاع نهائيا. الرساله ديالنا للمسؤولين يحاربوا، حنا بالعكس حنا راه حنا هاد المسؤولين حنا كنا كنتاملوا فيهم الخير. وهاد الخبر راه صدمنا صراحه، لكن راه صدمنا باش نوليو حنايا مقبره الازبال العالم. راه ما معقولش هاد المساله. راه خصهم يجيو خدمتهم ويعرفوا السبب ديال هادشي علاش بغاو يدخلوا. ما يمكنش يجيو يدخلوا هذاك الشيء، يعني راه حقرونا وبيخليهم هما يجيروا ما بغاو. هما راه حتى هما راه عندهم مناطق خاويه، حنا حتى حنا راه عندنا اسباب نتجاولنا باش ما يدخلش هذاك الشيء للمغرب. بالنسبه للميساج اللي نقدر نوصل للمسؤولين، لا خلاو هذا الشيء يوقع هنا في المغرب، يعني احسن يمشيو بحالهم. ما هذيك البلاصه اللي شاتينا غير هكا كيزيدين على الدوله. هو يخليو داك الشيء في بلادهم، ما عندهمش شي يجيبوه لنا حنا لبلادنا، حيت حنا بلادنا خاصها تصاوب، ماشي بيجيو هما يزيدوا على اللي فينا. خصنا حنا نعاونوا ونتقادوا ونصاوبوا البلاد. الرساله للمسؤولين انهم يوضعوا حتى الشهاده ويمنعوا هاد الواقعة هادي قبل ما توقع، لان راه غادي تضر كثير بالمغاربه وبالوطن المغربي. واننا ماشي حنايا ما مخصوصينش من الزبل، حنا شبعانين الزبل في المغرب. حنا خاصنا اللي نقص عندنا هاد الزبل هذا، ما خاصناش اللي يزيدنا هادشي اللي كاين.